العام الهجري بدأوا اجتهاد من الصحابة. متى يبدأ؟ النبي هاجر في ربيع الأول، منهم قال ربيع الأول نبدأ، لأنه هو الشهر الذي هاجر فيه النبي. منهم قال يبدأ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم قال يبدأ من هجرته. استقر رأيهم على أن يكون المحرم، لأنه يكون بعد الحج الذي هو نهاية وكان. فعلى هذا ما يهنى، ليس له أصل.